العي كامل مطقطق، كامل مضروب من هنايا، كامل مصهط. قالك جاي في راسو، انا فكريه ديالي وما السبب ديال القتل ديالو. هادشي هذا كيما وقع الاخ ديالي، وقع الاخ ديالك انت ولدك ومراتك، ومهم الاسر كامله تعرضنا لهادشي هذا. واش تفنسوه دابا الساعه كيعاود كيقول واش تفنسوه لا باقي، يعني كيزربوا عليه، يعني بحال اللي كيزربوا عليه كيقول لهم يمشي ودفنوه دغيان. كان قبل ما يكون خاي كان الصديق ديالي من اللي يعني فتح عينه كبير، يعني السيد كان في كامل القوه العقليه والصحيه، يعني كان السيد كيتهلا في راسه كيتريد. الله يعمر راس العظيم الضحكه في وجهه، فهمتي؟ فاذا به فجاه السيد يعني جلس مع شي اشخاص مجهولين، باقي حنا ما عرفناش شكون هما هاد الاشخاص هادو، ما عرفناش السيد مع من جلس وشنو اللي عطاوها بالضبط. فاذا به السيد رجع مختل عقليا، بين عشيه وضحاها السيد فقد الوعي ديالو، ما بقاش كيعرف شكون هو ولا شكون الاسره ديالو، شكون النية الموحد ديالو، كان ما بقاش كيعرفو، فهمتي؟ العائلة عملوا له غسل الدماغ، ما عرفناش شنو هادشي هذا، فجأة الغموض في هادشي هذا، فهمتي؟ جا كان بغى ينتحر، حالة انتحار، دخلوا الاخوان هيدا شبروه، شي جنوات ما كيشبروه، جبنا درناه هبطناه ربطناه، جبنا واحد الطبيب عيطنا له في كلينيكة الشفاء، جا عطاه واحد الباستية تكلمة. اخر ساعة مني تكلمة يدك واحد ساعة ما كان ولا جوج ساعات، عاوتاني رجع نفس الحالة، فهمتيني؟ مع الاخوان كاع كانوا مشاو، بقات غير يما هنايا وخوتو، عاوتاني عيطونا قالنا عاوتاني رجع نفس الحالة. ملي شفنا قلنا رجع نفس الحالة، عاوتاني قلت نعيطو للطبيب، نمشيو للطبيب نديوه ملي ما كادا يضربوا له شي ليبرا ولا شي دواء، فهمتيني؟ حيت انتينا كتصرا بالحومق ملي كيبقاو يغوتو في الشارع هنايا، كيغوتو يبقاو يهرسو في الطروبات، داك الشيء اللي كيديهم ملي ما كادا كيضربوا الليبرا كيتكلما. عيط الله بينا، قلت له واحد الحالة عندنا في الدار، شنو كاينة عيل مريض وهادي كيبغي ينتحر وهادا، قال لي خصك تعيط للبوليس. كيفاش نعيط للبوليس؟ البوليس هو اللي غيداويوها. شباط انا عيطت للبوليس، قلت لهم حق انا واحد الحالة، كيفاش ما صعبتلوش بزاف، يا شي 4 دقايق 5 دقايق بزاف 5 دقايق، جاو يا هبطنا ومسائل دواء دائرة 7، بقاو كيكتبوا له اسم واحد محضر. قلت لهم انا شنو كتكتبوا محضر؟ العيل خصو الدواء، خصو الطبيب. قال حنا عارفين انا ندي دواء، انت هما ساعدوني بوبرانيين نصبروا الدواء معنا الطبيب. دخلنا ملي ما كادا دخلوا، خرجوا واحد جوج سكوريتيس كنعرفهم باقي على عينيه، دخلناه مربوط بالسناسل والخيط، دخلنا تما قلنا لهم حقا عندكم خصكم تعطيوه الدواء ولا شي حاجه يتكلم هاد العيله هذا، الا خليتوه هيدا يقدر يعمل شي حاجه، يقدر يضربكم، يقدر يدخل فيكم، يقدر يعمل شي حاجه، يقدر يدخل في الحيط، فهمتيني؟ ديك المرض ديال اكتئاب صعيب، فهمتيني ولا؟ يقدر اي حاجه يقدر يعمل فيها شي حاجه. قال لك لا صافي كون هاني، قال لك لا يطلق له يفسخ له يفسخ له، قلنا شنو نفسخ له؟ يفسخ له راه يقدر يدخل فيه. المهم شبروا فسخوا له، دخلوا شي بويت ما عملوا له لا دواء لا والو، خلاوه هكاك. دخلوا لنا غدا في الصباح، في 6 الصباح عيطوا لنا قالنا راه عبد الصمد راه مات. كيفاش مات؟ انا تفاجات، جاتني غريبه، كيفاش حنا دينا العيل صحيح براءة ما في حتى شي حاجه، لا غدا قال لك مات، كيفاش هاد الموت؟ ليش مات؟ قال لك جاي في راسو. ليش جاي في راسو؟ قال لك بالخيط ديال التشاندر. كيفاش هاد العيل هذا كيوزن 120 كيلو وبهذا الخيط هذا كيلبس تنادر في حالاته؟ قال لك جاي في راسو بهذا الخيط هذا. العي كامل مطقطق، كامل مضروب من هنايا، كامل مصهط. انا فكريه ديالي وما السبب ديال القتل ديالو. عاد الطبيب شو قداش انه ما صح، قدم مصيبه كاميرا ما كاينينش يا خوتي. الله اكبر الظلمه صاحبي، والله العظيم لا كارثه صح. واش هما اللي قتلوه؟ واش بقاو كيتشوطوا فيه، بقاو كيضربوا فيه هما، ولقى كيضرب فيهم هما، شبروا وجيفوه؟ المهم شنو نقول لك، انا كنطلب التحقيق ديال هادشي هذا، ما نظلم حتى شي واحد، انا كنطلب الحق ديال العيد دختي، والله ما نسمح فيه، كنطلب التحقيق ديال هاد العيد دختي وفي اقرب وقت، راه ما غنسكتلوش والله ما غنسكت. الله يرحم والديكم اخوتي. واحد النقطه اللي حتى هي خانتني الذاكره ديالي قبل ما قلت لكم شي اخوتي، ديال ملي سلموا الجثه، ملي سلموها لنا الشرطه، دابا الساعه كتتصل بواحد الاخ ديالي اللي كانت عنده من رقم الهاتف ديالو، دابا الساعه كتتصل به وكتقول لهم واش تفنسوه ولا باقي. دابا الساعه كيعاود كيقول واش تفنسوه ولا باقي، يعني كيزربوا عليه، يعني بحال اللي كيزربوا عليه كيقول لهم يمشي ودفنوه دغيا.
هاد الحالات هي كان موضوع لي علامة استفهام، علاش كيعيطوا هاد الشرطة بزاف وكيقول لك واش دفنتوا ولا باقي. الله يرحم والديكم، نساج الناس كبارين، الناس كبارين الله يرحم والديكم، دخلوا في هاد القضية الله يجازيكم بالخير، الله يرحم والديكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.